أعزائنا المشاهدين، اليوم عنا طريقة حلو الكل بيحبها، مش حد ما بيحبها. الكل بيروح على نوتيلا شوب عشان ياكلها، بس احنا عملها اليوم على طريقة بيتية وعملية أكتر. هي معلقة فانيلا ممسوحة صغيرة، معلقتين بيكنج باودر ممسوحين، معلقتين كبار زيت، بيضتين، معلقتين سكر كبار، كاستين حليب وكاستين طحين. هلا اذا لاحظتوا انا ما قلت ايش اسم الحلو تبعنا، هو طبعا بحبوا الكل ومش عارفه شو، فاكيد رح تعرفوا شو هو. الوافل. هلا رح نبدا نبلش بطريقه تحضيره. اول اشي نحط البيضتين، هاي وحده وهي الثانيه. هلا بنقدر نحط قرفة عشان تروح الريحة. منحط معلقة، يعني نص معلقة قرفة. منحط معلقة ممسوحة من الفانيلا، هاي معلقتين صغار ممسوحين من البيكنج باودر. منحط زي ما قلنا معلقتين كبار، يعني انت بين الكبار والصغار، من السكر. ومندير معلقتين كبار زيت ذرة، ومندير دائما بدك تاخذوها قاعدة، دائما مندير كل السائل بعدين مندير الطحين عشان اسهل للتحريك. هاي الحليب، هاي اول كاسة، وهاي اول كاستين، هاي ثاني كاسة. بلش نحرك، بنحرك كتير كتير منيح. وبعد ما بدنا نحرك بدنا نحط كاستين الطحين، بنحرك شوي شوي عشان ما يطلعش لبرا. بعدين بنحط ثاني كاسة، بنضل نحرك. بعد ما حركناها كتير منيح رح نحطها بتوستر تبع الوافل. في اشكال مختلفة، احنا شكلنا كتير صغير وحلو. اول اشي بدنا نكون حاميينه، وبعدين بدنا ندهن زيت. اول اشي بندهن من تحت، بعد ما نحطه من تحت بنحط الخلطة تبعتنا، ننتبه ما يطلع برا عشان يطلع الاشكال حلوين. وبعد ما نحطهم كلهم بنحط زيت على من فوق عشان تطلع محمرة، وأسكى لما تطلع محمرة أصلا. هاي هون هيك. بعد ما خلصنا هاي آخر وحدة بدنا نحط لفوق. وبدها 8 دقايق لتجهز. نحط على التايمر. بعد 8 دقايق نشوف كيف تطلع. وهلا بعد ما استنينا 8 دقايق عشان تخلص اكلتنا، طلعوا كيف طلع. واو. كثير منظره حلو. وبعد ما خلصنا كل الكمية وقليناها كله طلع زاكي كتير. هلا بدنا وقت تذوقه. في ثلاث او اكثر، يعني تقدر تاكلوا باشياء تزينوها، سكر ناعم وفاء يعني سيرب وشوكولاتة. هلا انا بحب اكثر اشي السيرب. ناخذ وحدة ونندوق ونعطيكم راينا. هي هيك. يامي كتير زاكي، جربوها كتير زاكي. تنسوا تعملوا لايك كومنت وشير، واذا بتحضروني على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب. يعطيكم العافية، باي.